هي قمة منتظرة لأجل رص الصف العربي، لأجل توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر. وجهات النظر تباعدت في فترته الماضية لأن هذه القمة ما انعقدتش مرتين، يعني منذ اللقاء في تونس 2019. أعتقد هي مناسبة أو فرصة ذهبية تتيحها الجزائر على أرض الشهداء، على أرض الكرام. حدث تاريخي في الجزائر، وأيضا نشير بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والدبلوماسية الجزائرية في حل مختلف الصراعات الإقليمية. دون شك هي محطة تاريخية وستضاف إلى السجل المشرف للدولة الجزائرية التي لطالما وما زالت تسجل مواقف قوية وفي أكبر القضايا الإقليمية وخاصة العربية. تشرفت بمقابلة تتسم بالإيجابية جدا مع سيادة الرئيس عميد تبون. معنا مشاكل حتى مع دولة عربية، كل أشقة وكل مساندينهم وكل واللي يمسهم يمسنا واللي يمسهم يمسنا. تتمنى تكون الشمل مليح، يكون الشمل مليح، ما كانش خير من يكون تفرق، كل واحد يهضر هكذا يكون خير الشمل كذا وتكون كلمة فريدة. قمة عقدت في أول نوفمبر اندلاع الثورة الجزائرية، إن شاء الله إن شاء الله تكون أول بداية لتوافق جميع الدول العربية ويخرجون بنتيجة إن شاء الله في مصلحة جميع الأمة العربية إن شاء الله. الجزائر مهد الثوار، الجزائر يعني هي الأرض، هي الدار الكبيرة اللي راح توحد الإخوة العرب تحت سقفها، أرض مباركة، أرض شهداء، فرصة يعني من ذهب، فرصة للجميع للقاء للتقارب لنبذ الخلاف. كل الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر انعقاد هذه القمة العربية التي ننتظر منها الكثير. وهذه القمة العربية مناسبة من ذهب لأجل توحيد الصفوف والتقريب يعني بين الجميع. نعلق آمال الكبيرة لإعادة الوحدة العربية.